الفنان الكبير مالد المهندس. ما شاء الله شكل الفرقة حلو والمسرح رائع. شكرا لكم جمهورنا الحبيب، لولاكم ما قدرنا نسوي أي شيء. أبو محمد، أبو محمد، في ليلة اجتمع فيها فخامة الفنان، فخامة الموسم، فخامة الجمهور، وش تقول؟ ليلة عظيمة، الجمهور أحلى شيء، الجمهور بفضل لله سبحانه وتعالى وهذا الجمهور. بقيادة المايسترو مدحت خميس أحيا الفنان ماجد المهندس حفل أمس الجمعة على مسرح محمد عبده في البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض، وكانت بعنوان ليلة البرنس والعمالقة، وقدم خلالها أغاني متنوعة من مسيرته الفنية الممتدة لسنوات، بالإضافة إلى غناء لعمالقة الفن في العراق والشام والمغرب ومصر. التقى المهندس مع الصحفيين الموجودين والتقط صور له برفقة سالم الهندي رئيس التنفيذي لروتانا، وتحدث عن الحفل وأنه سيكون مختلفا وبطابع مختلف عن الحفل. وبدأ ماجد المهندس ليلته بغناء ناقصك شيء، ثم حيا الجمهور وبارك لهم بالعام الجديد، ثم غنى يهزك الشوق وتفاعل معه الجمهور، ثم تحدث إلى الجمهور وقال سأقدم أغاني منوعة لعمالقة الفن العراقي، وقدم أول ميدالية لعمالقة الفن العراقي بمصاحبة فرقته استعراضية، واختار أغاني متنوعة ثم عاد لغناء أغاني. بعدها تم استعراض اتصال هاتفي على المسرح المستشار تركي آل الشيخ، أثنى عليه وعلى المجهود المقدم من روتانا وقال له ماجد كلنا بنحبك. بعدها كرمت هيئة الترفيه الفنان ماجد المهندس، وثم واصل المهندس وغنى ودعت روحي وعلى مودك وغيرها.